ازيك يا معلم؟ بص، مش مهم تعمل شاي المره دي، ولا اقول لك اعمل شاي؟ اعمل شاي انت، اصلا تلاقيك اتعودت على الشاي. انا عارف انكم اتعودتوا على الشاي، انا عارف. المهم بقى يا معلم، الفيديو ده انا قررت انزله عشان اجاوب على كذا سؤال كده انتوا بتسالوه، وعن الحاجات اللي انتوا دايما بتبقوا عايزين تعرفوها وانا مش عارف ارد عليكم في التعليقات الصراحه. فاهم حاجه انتوا عايزين تعرفوها ايه؟ هي الافلام اللي هتنزل على القناه، او ايه هو الفيلم اللي انتوا طلبتوه مني وانا لحد دلوقتي ما نزلتوش؟ هينزل امتى؟ انا عارف السؤال ده بيتسال كتير، فعشان كده الخبر ده سابه لاخر الفيديو، فانت خليك معايا لاخر الفيديو كده. انت ايوه لو لان ايه، في اول دقيقتين ثلاثه من الفيديو كده عايز اتكلم عن حاجه مهمه. يعني اول حاجه وهي الانتساب في القناه. طبعا الانتساب مفتوح في القناه تقريبا بقاله بتاع 5 7 شهور وما فيش حد بينتسب، وما اعرفش السبب خالص، مع ان المنتسبين هيبقى لهم مميزات تانية، اللي مش منتسبين ما لهمش المميزات دي. المميزات دي هتعرفوها اما تنتسبوا ان شاء الله. الانتساب في القناه بيبدا من اقل من دولار، 15 جنيه مصري يعني اقل من دولار، وفي ب 150 جنيه مصري يعني تقريبا 8 دولار، وفي اعلى من كده. فانت انتسب اللي تقدر عليه، والانتساب ده بيبقى دعم ليا. انا عارف انكم دايما بتدعموني بدعم معنوي، بس برضو الدعم المادي في الاوقات دي مهمه، لان انا بقيت اجيب ناس تشتغل معايا عشان اقدر انزل لكم فيديو بشكل يومي زي ما انتم طلبتوا. فمعلم، لو انت معاك فلوس يعني والدنيا مريشه معاك، روح اعمل انتساب، اعمل انتساب وروق على الحال. لو انت معكش فلوس، كفايه عليا انك بتشوفني، وشرف ليا انك بتتابعني وتكتب لي تعليق، ده عندي بالدنيا كلها. تاني حاجه بقى معلم، وهي قناه دارك انمي، والقناه دي بينزل عليها قصص انيميشن رعب. يمكن اول فيديو قصته ما كانتش قويه، او القصه اللي انتم مستنيينها مني، بس ان شاء الله القصه الجايه هتبقى احسن بكتير. فالرابط بتاعها تحت في الوصف، انزل اشترك الاول وتعالى كمل الفيديو. انا عايزك بس تروح تشترك، وبعدين تعالى كمل الفيديو، وبعدين بروح اتفرج بقى على الفيديوهات اللي هناك براحتك. تالت حاجه بالنسبه لقناه هيرور نايت، انا القناه دي كل ما اجي انوي اعمل الفيديو بتاعها بيحصل مشاكل، بيحصل مشاكل كتير الصراحه، ما اعرفش ليه، بس يعني خلاص خلاص ان شاء الله ايام والفيديو هينزل عليه. انا بس المشكله ان انا مكسل شويه، لان المحتوى بتاعها صعب حبتين، بس ان شاء الله اكون على قد المستوى. فالرابط بتاعها تحت برضو في الوصف، لو عايز تشترك فيها اشترك فيها، وان شاء الله هنزل عليها فيديو قريب برضو. رابع حاجه وهي سلسله جيسون اللي كلكم عمالين تطلبوها. انا عارف بعد ما عملت الجزء الاول المفروض كنت انزل بقيه الاجزاء، الجزء الاول تقريبا عدى عليه اكتر من شهر وداخل في الشهر الثاني، وانتوا عمالين تطلبوا مني وانا ما عرفتش انزل الجزء الثاني بسبب شويه كسل، برضو شويه كسل. والفكره ان انا ما ينفعش انزل مثلا الجزء الثاني واستنى شهرين ثلاثه بقى انزل الجزء الثالث وهكذا. انا كنت بحضر للسلسله دي عشان انزلها مره واحده ورا بعض، يعني مثلا انزلها في خلال اسبوعين بس مش اكتر، بحيث انك تكون اتفرجت على الاجزاء وما تنساش الاحداث، لان السلسله طبعا اجزائها كتير، يعني السلسله اجزائها كتير. وان شاء الله الجزئين بتوع فيلم فريدي اللي ناقصين هينزلوا، عشان هعمل الفيديو بتاع فريدي في جيسون اللي هينزل برضو بعد ما اخلص السلسله بتاعت جيسون. فيعني في خلال برضو يومين ثلاثه هنبدا في سلسله جيسون، والدنيا هتبقى روقان وهنخلصها بسرعه. وكمان بالنسبه للمسلسلات، فالمسلسلات اللي انتوا بتطلبوها انا عملتها، يعني مثلا كانج نوم انا نزلته السيزون 1 وما جابش اي تفاعل، وصراحه الموضوع ده زعلني جدا، لان المسلسل باين جدا انه متعوب فيه، والاحداث رتبتها لك بطريقه ما اعتقدش ان حد رتبها قبل كده في اليوتيوب بالطريقه دي. فالمسلسل كان سلس جدا وشرحه كان حلو جدا، وبرغم كده ما جابش تفاعل، فده الشيء اللي بيخليني ما اعملش مسلسلات. لكن انا ما اقدرش ازعلكم، مسلسل وولف كريك اللي انتوا طلبتوه خلاص كلها ايام وهينزل، فجهزوا بقى شويه شاي كده عشان هيبقى مسلسل جامد. وكمان يا صاحبي، كل يوم خميس هينزل فيلم 2022، يعني بجانب التنزيل اليومي ان شاء الله يوم الخميس بالذات هينزل فيلم 2022، فاستعدوا بقى وجهزوا نفسكم عشان الخميس ده هينزل فيلم جامد. اخر حاجه بقى واهم حاجه، واللي انتوا كلكم عمالين تسالوا عليها، الفيلم بتاعي اللي انا طلبته منك هينزل امتى؟ محمد الفيلم بتاعي هينزل امتى؟ الفيلم بتاعي هينزل امتى؟ والله يا جدعان انا بقيت انزل فيديو كل يوم عشان خاطر احاول ارضي طلباتكم في الافلام، انتوا بتطلبوا مني افلام كتير جدا، وعايز على قد ما اقدر ان ارضيكم وارضي الناس اللي بتتابعني، فعشان كده انا بقيت انزل الفيديو بشكل يومي، بس للاسف انتوا بتطلبوا مني افلام كتير وبتستنوا ان انا الخصها بعديها بيوم او بيومين او ثلاثه، وانا طبعا مش هلحق لان في ناس كتير طالبه قبلكم افلام، فانا بمشي بالترتيب. اي فيلم انت بتطلبه رعب صدقني انا بسجله في الليسته، طالما رديت عليك وقلت لك حاضر او ان شاء الله، ده معناه ان انا هنزله ان شاء الله، ممكن بعد 3 ايام 4 ايام 10 ايام شهر، بس هينزل. الفكره ان هو هينزل، بس افلام ليها ترتيب. يعني نضرب مثال، النهارده مثلا واحد طلب مني فيديو، ما ينفعش انزل لك الفيديو مثلا بعد يومين ثلاثه ولسه في ناس قبليك طلبت افلام كتير، في ناس كتير طلبت افلام، فهي بتمشي بالترتيب، هي دي الفكره. بس في فكره في الفيديو ده عملتها ما اعرفش هتعجبكم ولا لا، وهي ان هعرض عليكم دلوقتي
اكتر من فيلم، ممكن يكون اكتر من 30 فيلم كمان. هعرضها بالارقام، يعني كل فيلم هجيب لك البوستر بتاعه واكتب لك جنبه رقم، رقم 1، رقم 2، رقم 3، وانت في التعليقات اكتر الافلام اللي انت هتكتبوها سواء كتبت اسم الفيلم او رقم الفيلم ان شاء الله دي اللي هيبقى ليها الاولويه في التلخيص، عشان ما حدش يزعل ويبقى رضيت كل الاطراف. فركز معايا بقى كده عشان هعرض لك الافلام دلوقتي. جاهز؟ يلا بينا. وبكده اكون وصلنا لنهاية الفيديو يا معلم. ما تنساش بقى تكتب الافلام اللي انت عايزها ان شاء الله. لو تكتب لي 10 افلام في التعليق، التعليق الواحد مش كل شويه تعلق لي، هو تعليق واحد اكتب فيه كل الافلام اللي انت عايزها، او اكتب ارقام الافلام اللي انت عايزها، وان شاء الله كل الافلام اللي هتطلبوها او اكتر الافلام اللي هتطلبوها هي اللي هيبقى ليها الاولويه في التنزيل. يعني ممكن مثلا بعدها بيومين او بيوم تلاقي الفيلم ده نزل على طول، الفيلم اللي انت طلبته. فاكتب تحت في التعليقات، غرقوا لي التعليقات. وما تنساش طبعا تنتسب في القناه زي ما قلت لك لو تقدر، وما تنساش تعمل اشتراك للقناه دي، وتعمل اشتراك لقناه دارك انمي، وتعمل اشتراك لقناه هيرور نايت. طلباتي كترت، انا عارف ان طلباتي كترت. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.